العاصمة البريطانية استضافت وزراء الخارجية الأوروبيين وعلى رأسهم الوزير البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأمريكي جون كيري، مجتمعين في قمة امتدت طوال اليوم لبحث مساعي التصدي لتنظيم الدولة المتطرف وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. لقد وحدنا جهودنا في غضون بضعة أشهر، بدأنا من الصفر في نهاية سبتمبر حتى وصلنا إلى يناير الشهر الرابع من عمليتنا. أوقفنا امتداد داعش في العراق وقطعنا موارده وقوضنا فرصهم بنقل المقاتلين الأجانب إلى درجة كبيرة وعطلنا عمليات عدة له. هذا كله نتيجة جهود التحالف. تعاون جمع بين 21 عضوا في التحالف ضد داعش خلص إلى أهمية حضور دول عربية برزت على رأسها دول الخليج، مصر، العراق والأردن، والمشاركة في التحالف من أجل حد تمويل داعش وتدفق المقاتلين الأجانب للانضمام لصفوف التنظيم. أرحب ترحيبا حارا برئيس الوزراء العراقي العبادي، إنه من الجيد جدا أنك هنا معنا. أنت متواجد بلندن في يوم حاسم حيث يجتمع الأعضاء الرئيسيين في التحالف لمساعدة العراق وهزيمة داعش، وأنا أود التأكيد وبكل قوة أننا هنا اليوم لندعم الحكومة العراقية الجديدة كامل الدعم. اجتماع لندن يعكس الإصرار الدولي في مكافحة والتصدي لإرهاب داعش والسبل الكفيلة للقضاء عليه في الوقت الذي يبدو أن التنظيم الإرهابي طال ذراعه وبات يفرض سيطرته على دول مختلفة من المنطقة. فمن يسبق من؟ الإجراءات أم الإرهاب؟